أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج نبض الشرق، والتي نسلط الضوء فيها على التغييرات التي حصلت في بنية حزب البعث العربي الاشتراكي. هل التغييرات حصلت في الهيكلية، في البنية، في النظام له، أم هو شكلي وروتيني له علاقة بالنظام الداخلي لهذا الحزب؟ ومن ثم أتحدث عن موضوع تواجد الحزب والتعددية الحزبية في سوريا. هل لهذا الحزب دور في انكفاء الأحزاب الأخرى؟ أم هل له دور آخر في عدم إعطاء تجربته أو التواصل مع الأحزاب الأخرى كما يجب لتكون الحياة السياسية مبنية على تعددية سياسية حزبية؟ إن كان الأمر كذلك، من يتحمل المسؤولية في هذا الموضوع؟ رفع حزب البعث العربي الاشتراكي منذ تأسيسه بأنه حزب العاملين والفلاحين والكادحين. هل ما زال فعلا هذا الحزب يمثل هذه الشريحة في سوريا؟ ماذا عن القيادات؟ التغيير الجديد الذي تحدث عنه الأمين العام قال بأن القرار والمشاركة في القرار يجب أن تكون للقواعد. ما هي الآلية؟ وهل تستطيع القواعد فعلا أن تكون مشاركة في اتخاذ أي قرار لهذا الحزب؟ حزب البعث مستقبله وإلى أين؟ وهل الضرورة باتت تحتم عليه أن يغير كثيراً من بنود نظامه الداخلي وفق التطورات الداخلية والبنية الاجتماعية الجديدة والتغيرات السياسية الحاصلة في سوريا ومحيطها العربي؟ اسمحوا لي أن أطرح هذه الأسئلة على ضيوفي في هذه الندوة الخاصة. معي في الاستوديو الدكتور خلف المفتاح، الكاتب والباحث بالشأن السياسي. أهلاً ومرحباً دكتور. أهلاً وسهلاً. وأيضا الدكتور غسان خلف، وحضرتك عضو اللجنة المركزية في حزب البعث العربي الاشتراكي. أهلا وسهلا. الدكتور جميل العلي، وحضرتك مدير المركز السوري للدراسات والنشر. يا أهلا ومرحبا، مساء الخيرات. مشاهدينا الكرام أهلا بكم، أبدأ الطرح الأسئلة بعد هذا الفاصل. إلى دكتور فيما يتعلق بالمرحلة التي وصل إليها حزب البعث بالتغييرات التي حصلت، هل هذه التغييرات تبدو لكم أنتم المنظرين أو المنظرون لحزب البعث شكلية، بنيوية، هيكلية، أم ضمن ماذا ممكن أن نعتبرها؟ التغيير أو التغييرات في حزب البعث ليست جديدة، عبر مساره التاريخي حزب البعث في كل فترة زمنية وفي كل مرحلة هناك مجموعة تحديات، هناك مجموعة تطورات، هناك مجموعة عناوين تحتاج إلى الإجابة عليها، وأيضا هناك مهام متجددة لحزب البعث كأي بنية سياسية، كأي حزب سياسي هو في موقع السلطة لابد من أن يراجع تجربته، لابد من أن يجدد في أدواته. وكما تعلمين ويعلم الرفاق الحضور أيضا والمتابعين أن التغيير يعطي ديناميكية، دائما يعطي ديناميكية للحزب، يعطي روح جديدة، يعطي دماء جديدة. فالحزب يعني كائن حي يتطور، الفكرة دائما تتطور، وهناك بعض الأفكار مع الزمن تخبو وربما تستهلك، فلا بد من التجدد في حزب البعث. لذلك عندما نستعرض تاريخ حزب البعث، و وقد أشار الرفيق الأمين العام للحزب الرفيق بشار الأسد إلى أن تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي كان تاريخا نضاليا منذ ما قبل السلطة، أي منذ أن تأسس عام 47، مرورا بحلف بغداد والحرب على مصر
ثم قيام الثورة عام 63 ثم عام 70 ثم 2000 إلى 2012 حتى الوقت الحاضر. بمعنى أنه في كل مرحلة من هذه المراحل كان الحزب يحتاج إلى خطاب ويحتاج إلى أدوات. إذا التطور في الحزب وهذا الشيء طبيعي يتناول الخطاب أي خطاب الحزب مشروعه وأيضا يحتاج أدواته التي تشبه هذه تشبه هذا الخطاب. فخطاب التأسيس مثلا عام 1947 كان يتركز على الوحدة والحرية والاشتراكية والنضال السياسي، كان الحزب خارج السلطة حتى عام 63 علما في تلك الفترة ناضل من أجل الوحدة مع مصر، اشتغل ضد حلف بغداد ضد مشروع أيزنهاور ونجح. بعد أن قامت الثورة عام 63 كان هناك أيضا خطاب جديد هو بعض المنطلقات النظرية، بعد أن انتقل الحزب من حزب يعني حزب يمارس النضال السري إلى حزب في السلطة. أيضا بعد من عام 63 حتى عام 70 اللي يمكن احنا نسميها مرحلة الشرعية الثورية أي شرعية الإنجاز، وأنت تفضلتي بالسياق أن الحزب يعني حزب العمال والفلاحين، حزب البعث تاريخيا قدم نفسه خادم للطبقات الفقيرة. والآن أيضا لا زال هذا الدور، وقد أشار إليه الرفيق الأمين عام أن بدأنا نقول يعني الطبقات الكادحة نقول الفقراء، وبالتالي تتسع المساحة. لكن هل يطبق ذلك؟ يعني دكتور نعرف ما هو النظام الداخلي ونظريات الحزب الجميلة، ولكن هل هذا يطبق على أرض الواقع أم أن الموضوع بات سلوكيات لأفراد حزبيين يأخذون الحزب إلى مكان آخر، وبالتالي أسسوا لفجوة أبعدت العمال والكادحين وصغار الكسبة عن ماهية الحزب، عن انتمائهم لهذا الحزب الفعلي؟ لاحظ أولا حزب البعث يعني وإن كان هو في تعريفه أنه يمثل الطبقات الكادحة، هو يمثل الطبقات الكادحة في كل سياساته. بمعنى أعطيك مثال، السياسات الاقتصادية، السياسات التربوية، السياسات الثقافية، السياسات الاجتماعية. إذا البعث دائما يبحث عن رأس المال الاجتماعي، بمعنى أنه كيف له أن يركز إمكانيات الدولة، خلينا نسمي إمكانيات الدولة، من أجل دعم الطبقات الفقيرة. أعطيك مثال على ذلك حتى لا نبقى في إطار يعني الشيء النظري. قبل عام 63 كانت معظم سياسات الدولة وحتى البنى السياسية كلها تنتمي إلى طبقات برجوازية معروفة تتكرر في المواقع. بعد عام 63 أصبح العمال والفلاحين هم يشكلون الهوية الطبقية والهوية السياسية للدولة. لذلك كان الاتجاه نحو كما تعلمين التعليم والصحة وأيضا السياسات الاقتصادية الاجتماعية، وبالتالي تم رسم ملامح صورة جديدة لسوريا تشبه مبادئ حزب البعث. طيب. هذا في المجال الداخلي. في المجال الخارجي أيضا كان هناك تحول نحو فكرة الوحدة وأيضا الصراع الذي كان قائم مع القوى البرجوازية. فقط أكمل الفكرة إذا سمحتي طبعا بدقيقة واحدة. بعد عام 70 عندما قامت الحركة الصحية انتقلت سوريا من مرحلة الشرعية الثورية شرعية الإنجاز يعني اللي تم وبالتالي اكتسبت إلى الشرعية الدستورية عبر الانتقال إلى دولة القانون من خلال انتخابات الرئاسة. أصبح هناك انتخاب، أصبح هناك دستور، هناك برلمان، وبالتالي انتقلنا من الشرعية الثورية إلى الشرعية الدستورية. وهذا الأمر استمر أيضا عبر عناوين جاء بها الرئيس حافظ الأسد حول التعددية السياسية، التعددية الاقتصادية والانفتاح. وصلنا إلى عام 2000 وجاء الرئيس بشار الأسد بخطاب التطوير والتحديث. إذا في كل هذه المراحل كانت كل مرحلة تحتاج إلى عناوين، تحتاج إلى برامج، وتحتاج إلى أدوات. وبالتالي اليوم نحن أمام هذا الخطاب الذي قدمه الرفيق بشار الأسد. أنا أقول خطاب، والخطاب أي أنه مشروع. هذا المشروع فيه عناوين جديدة، فيه تحول، فيه تطور رائع من خلاله، أن هناك تحديات جديدة، أن هناك دور جديد للحزب، أن هناك حالة للشراكة الوطنية بشكل كامل، أن هناك عناوين تحتاج إلى رؤية وإلى تفكير جديد وانفتاح اقتصادي، انفتاح سياسي، وبالتالي أن نكون أمام يعني جمهورية ممكن نسميها جمهورية تحمل ملامح الخطاب ممكن نسميه الخطاب الخامس. وصف الدكتور خلف المراحل بعناوينها وأيضا عنوان كل مرحلة، ما الذي تقتضيه المرحلة إذا كان داخليا أو خارجيا لدى هذا الحزب. لكن ضمن مسار هذا الحزب دكتور غسان كان في الكثير من رآها أنها مطبات، بمعنى أنه كان في مثلا بالعام 2011 إبان الأحداث التي اندلعت في سوريا،
ربما البعض أخذ على حزب البعث بأنه كان غائبا عن هذا الموضوع ولحتى تلقوا الصدمة وبعدين الأمور ذهبت إلى ربما مكان أفضل، لكن في البداية لم يكن هنالك استعداد لهذا الموضوع، هذا أولا. ثانيا موضوع الرقابة، موضوع التفتيش، الموضوع المالي، دائما نسمع بأن هنالك سلبيات بهذا الخصوص لكن دون أن نراها تظهر إلى العلن أو دون أن نرى أشخاص ربما تقول اللجنة أو يقول المسؤولون عن هذا الحزب أنه فلان وفلان أساء لمسار هذا الحزب ويستحق أن يعاقب بهذا الشكل. أين هي الآن؟ نعرضها للجمهور كونك لفترة طويلة كنت مستلم هذا الملف. مساء الخير، أولا شكرا لرفاقي الدكتور خلف والدكتور جميل، أهلا وسهلا بكم جميعا. حقيقة أنطلق من انعقاد اللجنة المركزية الموسعة والتي كانت هي مفصل حقيقة في تاريخ حزب البعث العربي الاشتراكي، وكما تحدث رفيقنا الأمين العام للحزب السيد الرئيس الدكتور بشار حافظ الأسد في مسألة التطوير، بمعنى أن العالم دائما يتطور من حولنا وبصورة كبيرة جدا، وهذا التطوير وخاصة أن اللجنة المركزية الموسعة الذي انعقدت بأعدادها الكاملة سواء أصلاء أو مراقبين وانبثقت عنها أعضاء القيادة، أعضاء اللجنة المركزية ومن ثم القيادة ومن ثم لجنة الرقابة، أقول هي امتلكت حقيقة نخبة لا بأس بها من الشهادات ومن الكفاءات ومن الخبرة، ولكن ذلك لا يكفي. تحدث سيادته لابد من وجود الرؤية التطويرية الهامة جدا، والتي أساس هذه الرؤية التطويرية هي تطوير ثقافة العمل بالدرجة الأولى وأيضا حب العمل. حتى تطوير ثقافة العمل وحب العمل في هذا الإطار لها أساس كبير يتعلق بمسألة الذهنية لدى الرفيق الحزبي أو الرفيق البعثي، وهذه الذهنية سواء كانت باتجاه جيل الشباب أو جيل الكبار لها معيار أساسي وتحدث سيادته عنه هو المصلحة العامة. فمن يعمل لصالح المصلحة العامة عند ذلك نحن نحافظ فعلا حقيقة على موضوع الحزب. وتحدث سيادته، هل هذا يحدث فعلا؟ نعم، في انتقادات بهذا الاتجاه أكيد. هي المزاجية في بعض الحالات مثل ما تفضلتي ست هناء، السلوكية لدى الكثير من الناس، وهنا تحدث سيادته عن موضوع فصل السلطة عن الحزب، بمعنى الحزب يرسم السياسات الحكومية بكافة مجالاتها والحكومة تنفذ والحزب، وبالتالي القيادة أو حتى لجنة أعضاء اللجنة المركزية يحاسب الحكومة على تنفيذ هذه السياسات. طيب، هنا أنا أقول من يحاسب القائمين على الحزب في بعض الحالات من المزاجية بالتعامل مع القيادات الحزبية، كما تحدث الأمين العام سواء على مستوى الفرق أو الشعب أو الفروع أو حتى القيادة، الأعضاء كما قال اللجنة المركزية هي قلب الحزب، كذلك في مؤتمرات الفروع الأعضاء هم قلب الفرع، وبالشعب كذلك الأمر، الأعضاء هم الذين يحاسبون، وتحدث عن ذلك حتى في مسألة حجب الثقة عن القيادات القائمة، هي واحدة. وإذا كانت الأخطاء فردية يمكن محاسبة ذلك عن طريق طبعا لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية التي تقوم بعملها، أنا برأيي عملنا على أكمل وجه في مرحلة سابقة، ولكن ربما الظروف التي كانت سائدة نرفع للقيادة المركزية كافة مقترحاتنا، والقيادة المركزية هي التي تتخذ. الآن أتوقع هناك توجه جديد عند الأمين العام ووجه رفاقنا الأعضاء القيادة الجدد حقيقة بإعطاء صلاحيات أكبر، وهي صلاحيات كانت ممنوحة لنا أيضا، وعملنا بكل جهد بهذا الإطار. ونقول نحن حقيقة، وهذا يتوقف على الآلية التي يمكن أن تتم محاسبة الرفاق عليها على أساس النظام الداخلي، لائحة اللجنة المركزية ولائحة لجنة الرقابة والتفتيش الحزبية. وهنا أقول لا بد من إعادة النظر في هذه اللوائح الثلاثة، وأخص بذكر النظام الداخلي، من خلال طبعا المختصين، من خلال أعضاء اللجنة المركزية والقيادة المركزية مشتركين. هناك تغييرات يجب أن تحصل في مهام وبنود ومواد هذه اللوائح. طيب، الثلاثة. نعم. دكتور جميل علي، فيما يتعلق الآن بالتغييرات التي حصلت، عندما نريد أو يريد هذا الحزب أن يسوق لتغييراته، أن يسوق لنفسه، أن يتحدث عن نفسه ورفع شعار التطوير، ما الذي يمكن أن يقول؟ نحن كمواطنين ما الذي رأيناه في هذا التغيير؟
ما الذي يجب أن نلمسه في هذا التغيير كي نقول أنه فعلا انتقل الحزب من مرحلة إلى أخرى تكون أكثر قربا إلى الشارع ملبية لطموحاته بشكل أكبر؟ نعم. كونه هو حزب الغالبية. مساء الخير لك، مساء الخير من خلالك للأخوة المتابعين والمشاهدين. أنا سعيد بوجودي معك الآن وبوجود رفاقي الكرام أصحاب التجربة العميقة والالتزام العميق بمبادئ وفكر حزب البعث العربي الاشتراكي. أدعي منصفا بإذن الله أنني انتسبت إلى حزب البعث العربي الاشتراكي بوقت مبكر، يعني في عام 1966 كنت قد بدأت انتمائي إلى حزب البعث العربي الاشتراكي، ومنذ ذلك الوقت حتى الآن اعتبرت نفسي جندي فاعل متفائل بمستقبل هذا البحث الحزب، حزب البعث العربي الاشتراكي، وخضنا جميع المعارك التي خاضها سواء كانت ما كان منها ناجحا وسواء ما تعرض إلى انتكاسات في التاريخ. في تاريخ الحزب ست هناء، يشبه الحزب الكائن الحي، مثله مثل أي كائن حي، يتعرض للمرض ويشفى، يتعرض للنمو وتطور ويواجه الحياة، وفي كل مرحلة مطلوب من هذا الكائن الحي أن يتأقلم معها. وبتعرفي نظرية التأقلم هو نظرية البقاء، من لا يتأقلم لا يبقى. ما قام به الرفيق الأمين العام مؤخرا في خطابه، يمكن أن أسميه خطاب تاريخي أو كلمة توجيهية تاريخية، في اجتماع اللجنة المركزية الموسعة، إذا أخذنا مجموعة العناوين التي طرحها، نحن بصدد إنشاء حزب جديد، أو دعيني أغير في اللفظ وأقول إنه بعث للبعث. طب بس أنا بدي أعلق على مصطلح ذكرته دكتور جميل، إنه من لا يتأقلم لا يتغير أو لا يستمر. من لا يتأقلم لا يستمر، يحكم على نفسه. ولكن البعض قد يرد عليك ويقول بأنه البعث استمر كونه هو حزب السلطة، لهذا السبب هو استمر وليس لأنه تأقلم أو لأنه الأفضل أو قد يرد عليك البعض من الأحزاب الأخرى أو حتى من المراقبين للحالة حياة السورية. حياة الأحزاب يا ست هناء، حياة الأحزاب هي ليست بوجودها البيولوجي وليست بوجودها النظري والشعاراتي. أساس وجود الحزب وأي حزب يطرح نفسه هو يطرح نفسه للجمهور، أنني أمثل إرادة هذا الجمهور وهذا القطاع العريض. عندما يفقد التواصل أو عندما يفقد تمثيله لهذا الجمهور، تمثيل مصالحه، آماله الدفاع عن قضاياه، فهو موجود لكنه حقيقة الأمر موجود في المكاتب، موجود في عقول قياداته فقط. وهذا لا يعتبر وجود. الوجود هو مقدار التفاعل والحيوية التي ينشغل عليها يوميا. طيب. بس أنا مشان الوقت كمل لي فكرة أنه اليوم بتشوف أنه في بعث جديد، كيف تمام. ذلك؟ عندما يقول ودعيني أكون صريحا وواضحا، تجربة حزب البعث خلال الحرب التي شنت على سوريا خلال هذه المدة 12 سنة وما قبلها، كان هناك الكثير من السلوكيات في السلطة التي سابقاً كان يقول البعث في أدبياته أنه قائد الدولة والمجتمع. طبعاً بـ 2012 تغير هذا الكلام وأصبح حزباً حاكماً بحكم العملية الديمقراطية. إذا أخذنا مجريات العمل سنقول بكل وضوح وانتقاد المحب والحريص أن قيادة الحزب كانت بعيدة بعدا لا بأس به، لن أقول أكثر من ذلك. قيادة أم قيادات؟ قيادات الحزب. طيب. بدءا من قيادة الشعبي وتصاعدا للفرع إلى القيادة التي كانت تسمى قطرية والآن بالتشكيل الجديد أصبحت قيادة مركزية. والفرقة هي الأساس. يعني كان هناك تنظيم مهني
هذا التنظيم المهني موجود في الوزارات وفي المؤسسات. طيب كي لا ندخل في التفاصيل، لم يكن له أي دور في صناعة القرار والرقابة والمحاسبة في هذه المؤسسة، كان عبارة عن هيكل يتجمع فيه بعض الرفاق، يجتمعون بحكم النظام الداخلي كل أسبوع أو كل شهر مرة، يتناقلون همومهم ولكن دون أي أثر خارج القاعة. بمعنى كان هناك وزير وكان هناك مدير عام، أخذتني إلى مكان آخر غير كنت محضر، ولكن أنا مبسوط بهذا الحوار. لنفترض أي وزير وأي مدير عام، هؤلاء رفاقه وهم الذين وصل باسمهم إلى هذا الموقع، ولو لم يكن حزب البعث يصل باسم فلان باسم جميل وخلف والأستاذ، نحن وين كنا؟ نحن لم نكن شيء لولا حزب البعث العربي الاشتراكي. حزب البعث العربي الاشتراكي انتشل الطبقات المعدمة والكادحة والفقيرة من التخلف، من الأمية، من الجهل، من الظلم، من الاضطهاد. أنا سألت الدكتور خلف قبل قليل إلى مستوى القرار السياسي. دكتور جميل، سألت قبل قليل أن شعارات حزب البعث هي شعارات جميلة، النظام الداخلي لمن قرأه هو نظام هام جدا، لا شك أنه حزب عريق وعظيم، ولكن السؤال الأكبر، هل طبق فعلا ما جاء في دستوره، ما جاء في نظرياته، ما جاء في شعاره؟ وهذا هو السؤال الأكبر. أعطيني دقيقة، أعطيني دقيقة للإجابة على هذا السؤال لأنه كثير مهم. حزب البعث العربي الاشتراكي نقل سوريا، إن اعترف أو لم يعترف، العالم الواقع يقر بأنه نقلها من دولة على هامش الحياة الحضارية وعلى هامش الحياة العصرية إلى دولة قبل الحرب كانت تعتبر بمصاف الدول المتقدمة جدا في العالم. لكن ألا يوجد أخطاء؟ ألا يوجد ممارسات خاطئة؟ ألا يوجد استغلال وانتهازية ووصولية في الحزب؟ بعد قليل هاي النقطة عندك دكتور خلف، هل توافق فعلا بأنه حزب البعث يجب أن يأخذ دور الرقيب في الوزارات والحكومات، أم أنه لا علاقة له بهذا الموضوع؟ بالعام 2024 لم يعد هو الحزب القائد في الدولة والمجتمع، أصبح هو الحزب الحاكم مثل ما قال دكتور جميل، أنه لازم يكون لهم دور رقابي ولازم ولازم. البعض يقول بأنه انتفى هذا الدور وأصبح باتجاه آخر، أصبح باتجاه حزبي بحت. لاحظي، أولا في ظل عدم وجود أحزاب منافسة، في ظل عدم وجود ربما إعلام نقدي، في ظل عدم وجود محاسبة في العمق، تكون هناك حاجة قوية لأن تكون آليات الحزب نفسها أو مؤسساته تمارس هذا الدور. أعطيك مثال، الحكومة تتشكل كحكومة أكثرية، حزب البعث العربي الاشتراكي. طيب هذه الحكومة يفترض إذا لم تنفذ سياساتها، سواء كان كحكومة مجتمع بشكل كامل كسياسة حكومية، أو أن هناك أداء تقصير من خلال الوزراء، يفترض بهذه الحالة أن من يحاسب ويحجب الثقة هو البرلمان، مجلس الشعب. إذا نحن لدينا مؤسسات سلطوية ومؤسسات رقابية يمكن أن تقوم بهذا الدور. طيب هل يعقل مثلا أنني أعفي وزير أو أعفي وزراء دون أن يعني أعرف بالضبط ما هي الأسباب؟ إذا تفعيل هذه المؤسسات يعني أن يمارس مجلس الشعب، أنا باعتقادي هذا تحدي، والمناسبة اليوم صدر مرسوم السيد الرئيس بتحديد إن لم يمارس هذا المجلس هذا الدور الرقابي الأساسي في إطار محاسبة الوزارة. كما تعلمين السيد الرئيس في عندما تشكل الوزارة في سوريا يقدم خطاب، يقدم رؤية، يقدم برنامج، خلينا نسميه، يفترض هذه الحكومة أن تلتزم بكل عناوين هذا البرنامج وهذه الأفكار. الحكومة تنقل مشروعها أو سياساتها أو خطتها للبرلمان وبالتالي تحظى بموافقته. يفترض يعني هنا المسألة، هنا إذا سمحت لي، نحن يوجد لدينا آلية ترقب ووحدة قياس ومردود الناتج، يا ترى هذه الحكومة فرضا قدمت اليوم برنامجها، يفترض بعد 6 أشهر أو بعد سنة يصير آلية تتبع ترى لماذا لم ينفذ هذا العنوان وما هي الأسباب. الأمر الآخر على مستوى الحزب أيضا، حكى الرفيقنا غسان، هناك آلية رقابة، اللجنة المركزية اللي عمرها 44 سنة، والسيد الرئيس حكى البارح هذا الأمر أشار إليه، ولكنها لم تمارس دور الرقابة والمحاسبة على القيادة المركزية، وهناك أسباب عديدة
احدها بوجهه نظري ممكن قد يشاركنا الرفاق ان اللجنه المركزيه السابقه طبعا نحكي السابقه كانت كلها من قياده الفروع والمنظمات، وبالتالي هؤلاء يعينهم القياده القطريه، فكيف لهم ان يحاسبوا قياده يعني القياده هي تعينهم وهي تعفيهم. اذا هذه المساله جدا مهمه. اذا مارست القياده اللجنه المركزيه هذا الدور الرقابي والمحاسبي وحجبت الثقه كما اشار السيد الرئيس الى ثلثين، اذا سيكون هناك اداء. اي اداء بدون محاسبه لا معنى له، اي اداء بدون اعفاء لا معنى له. الامر الاخر اذا اسقطنا هذا الامر على المستويات الادنى، ايضا السيد الرئيس في خطابه في اللجنه المركزيه اشار الى ان هذا الدور الرقابي اللي تمارسه اللجنه المركزيه على القياده المركزيه يجب ان تمارسه المؤتمرات الادنى على قياداتها. مثلا هناك مؤتمر فرع يجب على مؤتمر الفرع ان لا يكون ظاهره صوتيه مديح ورفاقنا وشكرا، لا، يجب ان يكون هناك محاسبه لهذه القياده، ولكن هذا يحتاج الى يا ترى الى برنامج عمل. من يحميه؟ خلينا نكمل الفكره بعد اذنك. اذا كان هناك مهام، فرضا هناك مهام لقياده الفرع بالجانب الاقتصادي، جانب التنظيم، جانب الثقافي، جانب الاجتماعي الى اخره، ان لم تقوم قيادة الفرع بتنفيذ هذه السياسات وهذه الخطط، هناك خطط يعرف رفيقنا أسان، هناك خطة تضعها المكاتب للفروع، يفترض هذه الفروع أن تنفذ هذه الخطط، إن لم تنفذها يجب أن يكون الإعفاء أو مطالبة الإعفاء أو حجب الثقة من مؤتمر الشعبة، من مؤتمر الفرع لقيادة الفرع أو أحد أعضائه. أيضا بالمستوى الأدنى على مستوى الشعب الحزبية هناك مؤتمر، إن لم تنفذ قيادة الشعبة خطة قيادة الفرع المنبثقة عن خطة القيادة يجب أن تحاسب. إذا موجود آلية محاسبة دورية وتتبعية سيبقى العمل ذو استاتيك وذو جمود. إذا الفكرة الأساسية دكتور. أن نفعل مبدأ المحاسبة وأن نفعل مسألة التغيير مع المحاسبة العلنية أم ضمن إطار الحزب؟ المحاسبة ضمن الحزب. لديه مؤسسات. أقلت نقطة مهمة بدي جواب عليها قبل أن أنقل إلى الأستاذ غسان فيما يتعلق بالقواعد، واليوم نحن عندنا أفكار طرحها الأمين العام بضرورة مشاركة القواعد باتخاذ القرار. نعم. طب كيف ممكن أن تكون الآلية؟ وأنت قلت قبل قليل أن القيادات الأعلى هي التي تعين وهي التي تحجب. صحيح. وهي التي تعطي وهي التي تأخذ. صحيح. هذا العطاء كيف له هذا اللي حضرتك بتعطيه الإذن وبتعطيه الترقية وبتعطيه العقوبة أنه ينتقدك ولو بالحدود الدنيا؟ شوف احنا عندنا شيء اسمه النقد والنقد الذاتي مع الأسف، يعني من خلال التجربة أنا أيضا اشتغلت أمين فرقة وشعبة وعضو قيادة فرع إلى آخره. المشكلة النقد والنقد الذاتي تحول إلى مديح متبادل. إذا علينا أن نعود إلى مسألة النقد والنقد الذاتي والمحاسبة. أي حزب أي مؤسسة لا تحاسب أعضائها ستترهل ويصيبها الفساد. إذا هذه الآلية التي حكينا عنها طبعا كما تعلمين احنا اليوم نحن أمام رؤية جديدة، رؤية لتطوير العمل النظام الداخلي، تطوير اللائحة الداخلية، تطوير عمل القيادة، تطوير دور الفروع. إذا أي حزب، لاحظي معي، أي حزب بدون مهام، أي حزب بدون صناعة كوادر، أي حزب بدون منافسة ومحاسبة لا معنى له. والأمر الآخر أي حزب بدون إنجاز لا شرعية له. نقطة كثير مهمة، أي حزب بدون إنجاز لا شرعية له. اليوم ما هو التغيير الذي حصل على حزب البعث؟ يعني شو الاستراتيجية أو شو الهدف الأكبر يلي القائمين على الحزب بدهم يفرجوه لكوادرهم أولا، وبدهم يريدوا الآخرين أنه يشوفوا تجربتنا بالحزب، نحن ماذا قدمنا من جديد؟ ما هو التغيير؟ يعني أنا ما شفت كثير من التفاؤل في الشارع السوري بهذا التغيير، لماذا؟ ما هو سببه؟ حقيقة أولا الانتخابات التي جرت سواء على مرحلتين من الشعبة إلى الفرق ومن ثم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية والقيادة المركزية هي كانت خطوة مهمة جدا في مسألة التطوير في مجال الحزب على المستوى التنظيمي. وتحدث سيادته حقيقة فيما يخص أقول المهام التي والمحاسبة، لا يمكن أن تحاسبي إن لم تحدد المهام الواجب تنفيذها على كل رفيق من الرفاق في المستويات تماما. عندما يتم تحديد هذه الصلاحيات والمهام المعطاة لكل رفيق عند ذلك يمكن أن تتم المحاسبة. والمحاسبة عن طريق من تتم؟ تتم عن طريق أعضاء المؤتمر التي تحاسب قياداتها سواء في مؤتمر الفرقة أو في مؤتمر الشعبة أو في مؤتمر الفرع أو حتى على المؤتمر العام فيما يخص القيادة المركزية على مستوى القطر العربي السوري. هاي ناحية. تحدث سيادته على البناء المؤسساتي التنظيمي للحزب، بمعنى
هل نحن بحاجة إلى دمج؟ هل نحن بحاجة إلى إضافة؟ هل نحن بحاجة إلى حذف؟ عدد المتفرغين غير المتفرغين، كل ذلك بمعنى بين قوسين أقول بطالة مقنعة في الحزب على غرار الحكومات، والحزب يرسم هذه السياسات. أعود لأقول الحزب معني برسم هذه السياسات ومحاسبة الحكومة على تنفيذ هذه السياسات، هي النقطة الأولى. أما الإنجازات التي وتحدث سيادته، هي مهمة أعضاء اللجنة المركزية مستقبلا. طيب في تحديد دكتور بيخطر على بالي سؤال، تفضلي. هل ازداد عدد المنتسبين إلى الحزب من العام 2011 أم ربما كان هنالك رقم آخر؟ أنت تعيديني الآن إلى موضوع تثبيت العضوية. سابقا كان الانتساب كمي للأسف الشديد، ولكن عندما نهينا من انتهينا من التنسيب الكمي أصبح التنسيب نوعي، وبالتالي تثبيت العضوية بدأ قبل ذلك بكثير. إذا قلنا عدد أعضاء بين عاملين وأنصار ما يقارب 1,300,000 نسمة، 1,300,000 رفيق بعثي، نحن نقول الآن التنسيب بناء على رغبة أي مواطن يرغب في الانتساب إلى حزب البعث العربي الاشتراكي. وهنا أعود لمسألة الفقراء كما تحدثي أنه هو حزب العمال والفلاحين والكادحين. يجب أن تنظر القيادة مع الحكومة واللجنة المركزية أيضا إلى الجانب الاقتصادي فيما يخص هذه الطبقة، وليس إلى الجانب الاجتماعي على اعتبار أنها طبقة فقيرة. وبالتالي عندما يتم التوازن بين الجانب الاجتماعي والجانب الاقتصادي، عند ذلك يمكن أن نقول أنجزنا شيء باتجاه هذه الطبقات من خلال الواقع طيب المعيشي. شكرا دكتور جميل. من خلال القراءة لمسار حزب البعث العربي الاشتراكي، هو نجح لأنه دعم هذه الطبقة التي تحدث عنها أستاذ غسان والدكتور غسان والدكتور خلف، لكن الآن البعض يرى بضرورة وجود مرحلة يستفاد منها من الدروس والعبر السابقة، نظرة إلى هذا التاريخ، الاستفادة من الإيجابيات وأيضا مناقشة السلبيات. لم نرى هذا الموضوع قد جرى في حزب البعث في عدد كبير من مفاصله، بمعنى أن أنتقد مسار هذا الحزب ولو على الإعلام، أن أقول أخطأ هنا ونجح هنا في كثير من مفاصله. أين هي الأخطاء الكبرى التي نقول عنها مصيرية أو مفصلية في تاريخ هذا الحزب؟ أعود لجواب، وهو سؤال مهم جدا، هو مسألة مراجعة التجربة. المؤتمرات الحزبية، آخر مؤتمر لحزب البعث العربي الاشتراكي، مؤتمر قطري أعتقد، ما بعرف إذا كان التاريخ صحيح، 2005 كان آخر مؤتمر. المؤتمرات الحزبية ليست فقط هي عبارة عن تجمعات للتبادل الثقافي، هي مراجعة للمرحلة السابقة، وحسب النظام الداخلي كل 4 سنوات يجب أن يعقد مؤتمر. في هذا المؤتمر تجري عملية المراجعة والمحاسبة والتدقيق ورسم ملامح المرحلة القادمة. بسبب ظروف الحرب وظروف أخرى، لا أحمل الحرب كل الأخطاء، ولا أحمل الصهيونية العالمية والإمبريالية العالمية أخطاءنا التي نقع فيها بشكل إما نتيجة اللامبالاة أو نتيجة العدمية الأخلاقية أو نتيجة الجهل، لكن هذا لا يمنع أن المسار العام والخط العام الذي انتهجه وخطه وعمل عليه حزب البعث العربي الاشتراكي بأفراده، وخصوصا أفراده الذين آمنوا به عن حق وعن انتماء وعن مصير، قدموا إنجازات لا مجال الآن لتعداد. لا، أنا أتحدث عن الإنجازات، أتحدث عن لإجابتك على سؤالي. عندما قامت الحركة التصحيحية يا ست هناء عام 1970، كان المبرر الأساسي للحركة التصحيحية أن القيادة السابقة، قيادات الحزب السابقة، رفعت شعارات أكبر بكثير من قدرتها على تنفيذ هذه الشعارات، ولذلك سميت بذلك الوقت القيادة المناورة المتسلطة، وبالتالي جاءت الحركة التصحيحية لتنهي هذا الوضع. أنا بدي الآن، يعني بالتاريخ الحديث الآن نحن يجب أن نعيد نفس التصحيح، لكن بعنوان آخر. هلأ أنا سميته بعث البعث، يعني إعادة إحياء وضخ الحياة اليومية والفعلية في
تركيبة وهيكلية حزب البعث العربي الاشتراكي من الأعلى إلى الأدنى، وبالعكس الدورة الدموية لكي تكتمل يجب أن تكون من الأدنى إلى الأعلى. أحد هذه الدورات عندما ينقطع سيفقد الحزب دوره، وسنعيد نفس تكرار التجربة التي كان فيها مجموعة من الأخطاء سابقا. اليوم أظن ما طرحه الرفيق الأمين العام يحتاج، لا أريد أن أقول لجان لأن كلمة لجنة صارت يعني بيقول إذا بدك ميع موضوع حول للجنة محل آخر، يحتاج إلى مؤسسة يا دكتور، خلينا يحتاج إلى هيئات. مؤسسة، يحتاج إلى عمل جماعي ومؤسسة. هو طرح أسئلة، طرح أسئلة كبرى، طيب طرح قضايا كبرى وطرحها على حزبه وعلى اللجنة وعلى القيادة المركزية. من الآن نحن نراقب، وأنا أحد البعثيين الذي أحب وأنتمي بكل قوتي وبكل تاريخي وبكل مبادئي إلى هذا الحزب، سأراقب وغيري مثلي، طيب ألاف مثلي يراقبون أداء هذه القيادة لنرى ماذا تستطيع أن تفعل أن تنفذ. قبل أن أذهب إلى تقرير دعني بهذه النقطة دكتور خلف، المطلوب الآن مثل ما تحدث الأمين العام للمنتسبين إلى هذا الحزب الذي هو يمثله كأمين عام له بأنه العمل يجب أن يكون مؤسساتي. في بعض الحالات السابقة حتى بتاريخ سوريا المعاصر رأينا كثيرا من الحالات الفردية التي لم تكن تعمل كمؤسسة. صحيح. اليوم ربما هذه أحد المعوقات الكبرى التي تواجه البعث ككل. صحيح. كيف اليوم ممكن تعالج هذه القضايا ضمن أنتم ضمن تشكيلات الحزب إنجاز التعبير وهيكليته؟ شوفي يعني أنا في تشخيص دقيق، تشخيص للحالة خلينا نسميها، وسيد الرئيس قدم رؤية يعني تشخيصية وأيضا قدم رؤية مستقبلية. طبعا في أشياء تركها للنقاش والحوار، مثلا الموضوع يتعلق بالاقتصاد، الاقتصاد الاجتماعي والقضايا المتعلقة بالفقراء وقضايا المتعلقة بالنقد إلى آخره، هي تحتاج إلى أفكار، قال ما بدي أعطي فكرة أحجب من النقاش. ولكن يعني أنا بقناعتي وباعتقادي أن هناك أفكار إن حولناها إلى كائنات حية وحولناها إلى خريطة طريق خلينا نسميها من خلال اللجنة المركزية ومن خلال القيادة المركزية الجديدة، وبالتالي قامت القيادة ورشة عمل ودرست وناقشت هذه الأفكار وحولتها إلى سياسات وإلى برامج وإلى خطط، بمعنى أنها فعلت هذه الأفكار، سنكون أمام حالة تراكمية إيجابية. النقطة الأخرى، لا يمكن لنا أن نحسن في الأداء من وجهة نظري أنا أحكي على المستوى الوطني إن لم يكن هناك انفتاح حقيقي، انفتاح على المستوى الاقتصادي من أجل استيعاب كل إمكانيات هذا البلد الاقتصادية سواء كان قطاع خاص أو قطاع مشترك، وايضا انفتاح سياسي يجدد في الحوض السياسي ويعطي ديناميكيه لحزب البعث بوجود منافس، حتى يبقى ان هناك من يعني عينه على بعض الامور، وبالتالي الحزب يصحح اخطائه من خلال هذه المنافسه. النقطه الاخرى وهي اعتقد مهمه، ان اتسعت دائره المشاركه، السيد الرئيس حدد في اطار معين ان هناك لجنه مركزيه فيها نخب فكريه وثقافيه واقتصاديه، هذه النخب ان قدمت رؤى تتعلق باطار علاقه الحزب بالسلطه و والحكومة تعاملت مع هذه الأفكار بدرجة عالية من الجدية، وبالتالي تبنتها كسياسات وأضافت إليها من خلال خبراتها، وأيضا شاركت باقي الأحزاب وباقي القوى السياسية وأيضا أفراد الحكومة، طيب في صياغة مشروع، لاحظي معي، ينتقل بنا من الحالة الحزبية للحالة الوطنية، سنكون أمام إرهاصات أولى لتغير وتبدل وتطوير في دور الحزب، وبالتالي يعيد يعني إنتاج، لا يعيد إنتاج فشل في بعض المفاصل، وإنما في إعادة إنتاج شيء جديد يشعر به المواطن أن هناك تحسن في الوضع المعاشي، أن هناك تحسن في إطار الأداء العام، وأيضا لا ننسى أن تمارس هذه المؤسسات. أنا أقول شيء وأنا مقتنع فيه، بعض مؤسساتنا لديها صلاحيات ولكن لا تمارسها، تجدين وزير لديه صلاحيات لكنه لا يمارسها، تجدين قيادي في الحزب لديه صلاحيات هوامش تماما، طيب. أيضا الابتعاد عن التدخلات الخارجية، أقصد خارجية مو من برا، لا لا، تدخلات ضمن المؤسسات، واضح، يعني واضح، قوة نافذة، واضح، مفاصل معينة، مال، رأس مال، رأس مال، مال سياسي، طيب. إذا تحرير عمل الإدارات والمؤسسات يدخلنا بدولة القانون ودولة المؤسسات. دعيني أعود بس لموضوع فكرة القرار الفردي عندما يتم اتخاذه في المؤسسات.
سيادة الرئيس الأمين العام للحزب أكد على موضوع المؤسسات، ولا يمكن أن يتم اتخاذ أي قرار أو مقترح بشكل فردي إذا أردنا أن نعمل بشكل مؤسساتي. على مستوى الفرقة هناك 5 أعضاء يتم التصويت 2-2، والأمين إذا كان صوته هو المرجح. إذن عمل مؤسساتي الشعبي عكد ذلك الأمر، الفرع حتى القيادة المركزية. لكن إذا كان هناك أي قرار فردي يتم اتخاذه، أنا أقول هو ضعف المؤسس الواحد ضمن أعضاء أفراده الذين لا يستطيعون كما تفضل بتدخل خارج، ربما نتيجة مال فاسد أو ثقل معين لا يتكلم أحدهم، وهو مسموح لهم في محضر الجلسة أن يتم حقيقة التحفظ، لكن لا أحد يأخذ هذا تماما، لا يأخذ هذا واجب متبادل. طيب. وبالتالي هنا تتم المحاسبة بناء على المهام والواجبات المعطى. بس السكوت المتبادل وراءه ما وراءه مش أسف الشديد طبعا. من فضلكم ضيوفي نذهب إلى هذا التقرير عبر هذه الحلقة، ومن ثم نعود لنختم بآراء ختامية عن مسار حزب البعث العربي الاشتراكي. ينتقل حزب البعث العربي الاشتراكي من فصل إلى فصل مليء بالتحديات، من البنية التنظيمية مرورا بتموضعه إقليميا في جملة القضايا السياسية الملحة، وصولا إلى أفكار يطرحها الحزب فيما يخص الوضع الاقتصادي والمعيشي للسوريين تماشيا مع متطلبات العصر. إذا أردنا أن ننطلق من الوضع المعيشي، لا نستطيع إلا أن ننطلق من العنوان الأساسي بالنسبة لنا كحزب بعث، وهو الاشتراكية. والاشتراكية بالنسبة لنا حسب ما نفهمها اليوم هي العدالة الاجتماعية. بعد انتخابات انبثقت عنها القيادة المركزية الجديدة ولجنة مركزية للحزب، ينطلق الحزب في مساره الجديد من توسيع شريحة القواعد المتنوعة في المجتمع السوري، ما سيعكس انطلاق أفكار أكثر لمتطلبات المرحلة القادمة على المستوى التنظيمي للحزب والنظام المالي ومنع الهدر ضمن مؤسساته. فالتوجه الذي يطرحه اليوم هو أن يكون عدد المناصرين أهم من عدد الأعضاء، في خطوة تضمن هامشا أكبر في التحرك ضمن المجتمع والالتفات إلى رسم السياسات العريضة التي منوطة بتنفيذها السلطة التنفيذية. كيف يفهم الحزب دور الدولة تجاه المواطنين في مختلف القضايا والقطاعات؟ وتأتي السلطة التنفيذية لتحويل هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية. لم يقفز حزب البعث العربي الاشتراكي عن الوضع المعيشي ودوره في المرحلة القادمة تجاه الشرائح الاجتماعية، وخاصة أنه تحدث على لسان الرئيس الأسد أمينه العام عن إيلاء الاهتمام بالطبقة الوسطى، والتي ربما تحولت إلى طبقة فقراء خلال فترة الحرب على سوريا. وهنا ينطلق من الحديث عن أهمية تلك الطبقة في رسم الملامح الاقتصادية للدولة اشتراكية ضمن مفهوم العدالة الاجتماعية. نماذج كثيرة جدا، علينا أن نحدد ما هو النموذج الذي يناسبنا من حيث تحقيق العدالة الاجتماعية وقدرته على مواجهة الظروف الراهنة التي نعيشها. طبقة باتت ترسم سياسات اقتصادية للدول المنطلقة من ناحية المشاريع والاستثمارات، فضلا عن انخراطها في العمل السياسي، وخاصة أن هذه الطبقة سيكون لها تمثيل في الانتخابات التشريعية البرلمانية المزمع عقدها في منتصف تموز المقبل. فكر البعث تجاه القضايا الإقليمية والعربية لم يتغير منذ تأسيسه في 7 نيسان 1947، وما زال يؤمن في العروبة التي هي أساس فلسفته. وكان لافتا بأن الأفكار التي تحدثت عنها القيادة المركزية للحزب لم تأتي نتيجة ضغوط خارجية، وإنما كمسار يتطلب التأكيد على الثوابت والمواقف، والتي أهمها أن موقف سوريا تجاه القضية الفلسطينية لم يتبدل حتى تعود الحقوق لأصحابها وفقا للأمين العام. أهلا بكم من جديد دكتور جميل علي. فيما يتعلق بالنقاش وهو موضوعنا اليوم، حزب البعث العربي الاشتراكي، بعض الأحزاب الأخرى المرخص لها ضمن الجمهورية العربية السورية تتهم الحزب بأنه لم يعطيها المجال لكي تتمدد وتتطور وتؤدي دورها ويصبح هنالك حياة سياسية وتعددية سياسية واقعية على أرض الواقع. هل فعلا هو واقع الحال؟ صراحة ودون أي يعني مجاملة،
الأحزاب التي تشكلت خلال ما بعد عام 2010-2011 بمعظمها افتقدت إلى البرنامج الحقيقي للتواصل مع الجمهور المفترض حسب بياناتها الأولى، وبالتالي لم يمارس حزب البعث العربي الاشتراكي، وأنا لا أدافع إنما أقر حقيقة علمية واقعية، لم يمنع حزب البعث العربي الاشتراكي أي حزب من هذه الأحزاب من النشاط في أي قطاع من القطاعات الموجودة الجماهيرية، سواء في المؤسسات، في الحارات، في الأرياف، لم يمنعها إطلاقاً من التواصل مع الناس. لكن عندما يكون الحزب يفتقر إلى الميكانيزم، إلى الفكر، إلى الديناميكية، إلى التواصل مع الناس، إلى تلبية احتياجاتهم، إلى القدرة على التواصل مع آلامهم وتحقيق إنجازات لهم، هذا من جملة الأشياء التي ننتقد فيها الحزب الأكبر في سوريا اللي هو حزب البعث العربي الاشتراكي. طيب. الحزب البعث العربي الاشتراكي من أنت سألتيني من شوي عن الأخطاء. من أكبر الأخطاء التي وقع بها حزب البعث العربي الاشتراكي، أو خليني أكون دقيق أكثر، أوقع بها حزب البعث، أوقع به. شو الحزب ما أوقع بهذا الحزب؟ يعني نتيجة سلوك أخطاء. نتيجة سلوك السلطة. نتيجة سلوك من أفرزهم أحياناً إلى السلطة وتركوه، وبعد أن وصلوا إلى قمة السلطة نسوا أنهم بعثيين، نسوا أنهم يجب أن يعبروا عن فكر الحزب سلوكاً وأخلاقاً وممارسةً وتواصلاً مع الجماهير. كم من الوزراء الذين مروا في تاريخ السلطة في سوريا أغلقوا أبوابهم ليس فقط عن الناس وعن قضايا الناس وعن الدخول إلى همومهم وحل مشكلاتهم، وأغلقوها بوجه رفاقهم البعثيين والذين هم موجودون معهم بالمؤسسة نفسها. هذا من جملة الأخطاء. من الأخطاء الكبرى أيضا النسق كبعث، كالنسق برفيق ما باسم ما ويصل إلى مفصل القرار ثم ندعه سنة وسنتين وثلاثة وأربعة، وبعدين نكتشف أنه في عنده حالة فساد، في عنده حالة انشقاق فكري. هلأ كم من قيادات الحزب الذين انشقوا وانضموا إلى ثورة الهور وإلى ثورة الهمج والرعاة؟ هل نستطيع أن ننكر ذلك؟ هناك قيادات شعب وقيادة فروع وناس في قمة السلطة بعثيين انشقوا. أليس هذا كان مرضا انتهازيا وصوليا رخيصا في التسرب إلى تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي؟ هذه المسائل الآن نحن بصدد، يجب أن نكون في صدد مراجعتها، وتتحمل مسؤولية في الدرجة الأولى القيادات التي أفرزتها الانتخابات الأخيرة وحملتها هذه المسؤولية، وجاء الأمين العام بكل ثقله وضرب على الطاولة وقال لهم أمامكم هذه القضايا، طرح مجموعة من القضايا المهمة. طيب. منها النظام الداخلي، منها علاقة الاقتصاد بالوضع الاجتماعي، أو لا ترى بالعلاقات الاقتصادية العلمية المجردة. نعم شكرا. فقضايا كثير لازم يجاوب عليها اليوم. شكرا. بهي النقطة دكتور خلف، فيما يتعلق بشكل وهيكلية حزب البعث، وخلينا نحن نحكي من خارج الدائرة كمراقبين للأحداث، لا نسمع سوى ما يقوله الأمين العام، بمعنى أنه الأمين العام هو الذي يطلب استراتيجيات، الأمين العام هو الذي يطلب مقترحات، الأمين العام هو الذي يحدد عدد من الأمور التي هي من عمل الآخرين. لماذا كل شيء؟ وبعدين تسأل أحد الأعضاء اللي هم يجب أن يكونوا في صلب صنع القرار، ما الذي يجري؟ يقول ننتظر التوجيه. إذن بهذا الاتجاه، هل هذه مؤسسة الأمين العام يدعو لأن تكون مؤسسة ينتظر مقترحات، ينتظر رؤى، ينتظر استراتيجيات، لكن بالمقابل نرى أن الجميع ينتظر توجيه؟ أولا يعني أقصى أنواع الفساد من وجهة نظري هو أن لا يمارس المسؤول صلاحياته كاملة كما هي في القانون، أن يتهرب وزير من المسؤولية أو أن يرحل المسؤولية إلى جهة أخرى، هذا يعني أنه فاسد وغير جدير بالمسؤولية. إذن يجب أن يمارس كل مسؤول وكل مؤسسة
كامل صلاحياته ويتحمل المسؤولية. أما من ينتظر توجيه فهذا دلالة على أولاً دلالة على أنه غير جدير بالمسؤولية وغير قادر على تحملها، وبالتالي يجب أن يزاح. الأمر الآخر، إذا كان الكل يرحل للمركز للقيادة للسيد الرئيس، طيب ما هو دور هذه المؤسسات؟ كيف نقول نحن دولة مؤسسات ودولة قانون ثم نتهرب من المسؤولية؟ إذن أنا باعتقادي طبعاً السيد الرئيس هو قبل أن يكون رئيس الجمهورية وأمين عام هو أيضاً رجل فكر، لديه أفكار لديه رؤى بحكم تكوينه الفكري والثقافي، وبالتالي هذه الأفكار، ولكنه يطلب رؤى واستراتيجيات ومقترحات. تحدث من عدة أيام قال أنا لا أريد أن أصادر بعض الأمور من خلال رؤيتي، أترك مجال للنقاش، ولكن السيد الرئيس هو أيضا منتج فكري بطبيعته ببنيته بتفكيره، ولكن هذا لا يحول دون أن يكون هناك لدينا بنك أهداف وبنك عقول وطنية ممكن نسميها من خلال الهيئات الاستشارية الموجودة، من خلال اللجان الموجودة، وبالتالي هذا العقل الوطني خلينا نسميه إن تم مأسسته والاستفادة من أفكاره هذا شيء جيد. بالمناسبة يعني هنا ما يميز دول الغرب عنا أن هناك مراكز أبحاث ودراسات موجودة بالوزارات وبالجامعات وإلى آخره. هذه المراكز أبحاث الدراسات تقدم رؤى وأفكار للحكومات وللوزارات وللإدارات وبالتالي تتبناها. إذا نحن عندنا إشكالية بالمناسبة ما بين السياسي والثقافي، ما بين الفكري والسياسي، يجب جسر هذه الهوة. الأمر الآخر، نتيجة الاصطفافات الشخصية والرفيق غسان حكى عنها، أحيانا بالمنافسة تجدين أحد يطرح فكرة جيدة على مستوى الحكومة وعلى مستوى لأن فكرته خلف المفتاح ما بيقبلها، لأنه هو خلف المفتاح بيتصوروا أن هم متنافسين أو على طرفي النقيض. طيب خلينا نحن نتعامل مع أنه أنا أتعامل مع الفكرة دون من يطلقها، دون صاحبها. إذن الفكرة الجذابة أن نتعامل معها بعيدا عن الشخص. نحن مع الأسف يعني دائما نشخصن الأشياء، يعني أحيانا في حساسيات فقط لأن هذا من فرع الحزب المحافظ لازم ما ينفذه، وأيضا هذا القرار من المحافظ. إذن هذه الإشكالية علينا أن نتعامل بعقل وطني وبمسؤولية كبيرة. الأمر الآخر، أنا أعتقد أننا اليوم أمام مفصل جديد، مرحلة الهروب من المسؤولية وترحيلها سوف ينتهي، وضع سياسات واضحة وأيضا تحديد مهل زمنية ووحدة قياس ومردود والتعامل مع النتائج. طيب. بمعنى الانتقال إلى عقلنة العمل الحزبي وعقلنة العمل المؤسسات والحكومي، وبالتالي أن نحكم على هذه المؤسسة أو تلك من خلال الإنجاز الذي حصل. إذن ثقافة الإنجاز مطلوبة. الأمر الآخر، أن يكون دور الحزب في إطار صناعة الكوادر، أن يضخ كوادر جيدة في المؤسسات في الدوائر في 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 مجال العمل. وما هو دوره؟ أنا أعطيك مثال، أنا زرت الصين عام 2009-2008، والبارحة السيد الرئيس بالمناسبة حكى عن التجربة الصينية. الصين انفتحت اقتصاديا عام 78 من خلال شيء يسموه الإصلاح والانفتاح، فنتيجة الإصلاح والانفتاح فتحوا المجال للقطاع الخاص والاستثمارات وإلى آخره، فاضطروا يحلوا بعض المؤسسات مصانع ومعامل، وصار في فائض بالعمالة. أنا سألت مسؤول الحزب أتذكر في بكين أين ذهب هؤلاء الذين كانوا بالمؤسسات، قال لي أصبحوا كلهم في المؤسسات الجديدة الخاصة لأنهم هم أفضل الكوادر ويعطوهم أحسن الرواتب. يعني الكادر الصيني اللي مشكل بالحزب الشيوعي هو متميز. إذن أين كوادرنا نحن؟ أين كوادرنا نحن كحزب البعث؟ هذا سؤال، هذا تحدي أمامنا أن نصنع الكوادر الوطنية الكوادر الكفوة. خليني أخذ رأي أخير للدكتور غسان في هذا الاتجاه، هل نبالغ إن قلنا بأنه ما ذكره الدكتور خلف مثلا ممكن أن يكون بعيدا عن الواقع لا يتحقق؟ هل نبالغ إن قلنا بأنه التفاؤل الكبير بأن هذه المرحلة سوف تكون مرحلة متغيرات هو بعيد عن الواقع؟ بالحقيقة ما في شيء مستحيل على الإطلاق، عندما تنوجد الإرادة يمكن أن يتحقق كل شيء. لكن دعيني أعود إلى موضوع المبادرات ولا ننتظر ما يتم توجيهه من قبل الأمين العام. نعم. لماذا مؤتمرات الفرق، مؤتمرات الشعب ومؤتمرات الفروع؟ لإطلاق أي مبادرة من أجل نقلها إلى القيادات الأعلى وتبنيها من قبل الحكومة إذا كانت قابلة للتنفيذ. وأعود إلى موضوع مسألة الدعم، تحدث سيادته عن مسألة الدعم للحالة الاجتماعية والناس المستحقين، قال نفكر بإعادة هيكلة هذا الدعم، ربما نغير بآلية الدعم للإخوة المواطنين. هذه المبادرات كلياتها يجب أن تنطلق أصلا من القواعد ومن القيادات التي هي على رأس عملها من خلال المؤتمرات السنوية التي يتم انعقادها أو من خلال أي نقاش يمكن أن يتم
من خلال ندوة من الندوات يتم نقل. وسيادته ايمت طرح موضوع التطوير والتحديث، أليس بخطاب القسم بعام 2000؟ الآن نحن 24 عاما، لماذا نقف والعالم يتطور من حولنا؟ وأنا قلت لابد من تطوير ثقافة العمل وحب العمل، وبالتالي لا يمكن أن نهرب من السلبيات التي تواجهنا. الإيجابيات نعمل على تعزيزها، والسلبيات يجب مواجهتها والعمل على إيجاد حلها، من أجل لا نرحل إلى سين أو عين من الناس. شكراً. أتمنى لكم التوفيق جميعاً. دكتور جميل علي، مدير المركز الدراسات والنشر، شكراً جزيلاً. الدكتور غسان خلف، عضو اللجنة المركزية لحزب البعث، شكرا جزيلا. شكرا لكم. الدكتور خلف المفتاح، الكاتب والباحث بالشأن السياسي، شكرا لوجودك. شكرا. مشاهدينا الكرام، هذه تحية مني وفريق العمل، السلام عليكم.